وأنقل الكلمة والميكروفون للزميل محمد بن مريك. شكرا للأستاذ والزميل سعد بن مثلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء والحفل الكريم، تتواصل أشواط مساء هذا اليوم على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا السباق المحلي الثالث. تهانينا والناموس لمالك المستشارة من خطفت أول أشواط مساء هذا اليوم، وانطلق مشاهدين الأعزاء أقوى أشواط الحقائق القعدان في مساء هذا اليوم وفي هذا السباق المحلي الثالث، حيث اجتمعت الأصايل والسبق والندر في هذا الشوط الرئيسي والناموس فيه بعدة نواميس، حيث وضعت جائزة عينية قيمة سيارة بانتظار الفائز بالمركز الأول، إضافة إلى التسعيرة والأشواط المحددة والمقيمة مسبقا قبل هذا اليوم، وكذلك ناموس الشوط الأول. غير يا مضمرين، نتجه إلى مقدمة الشوط لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى والمسموح لها بالإذاعة. حواس على مقدمة الشوط، عبد الله بن حمد بن عبد الله بن شعيل مع المركز الأول يليه، وعلى مقربة منه وجنبا إلى جنب يتقدم السيل حمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي مع المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم غياض لمحمد بن جابر بن ناصر آل بريد، يصل شعار الطريبيل مع أيضا خبير المضمرين. بينما النقلة التالية إلى المركز الرابع، يصل جزيل علي بن جابر بن جار الله بن ذروة مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس، الله يا سلام، الوصول الخطير من قبل مغير منصور بن علي بن حمد آل شعيل على المركز الخامس، وخطف المركز الرابع ودخول على المركز الخامس وتقدم من قبل شاهين لمحمد بن سيف بن فهد بن سيف آل بسعيد الخيارين. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط، شوط رئيسي يا مضمرين، أقوى أشواط القعدان لمن هذه الليلة؟ الليلة يا مضمرين، ليلة الناموس. تحرك السيل وهو المرشح الأقوى، وكفته مليئة بالترشيحات. ماذا قل هزيمة من يحتل المركز الثاني؟ الله، عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جهمان مع المركز، غيرها بن جهمان، خطف المركز الأول. بينما الضغط من السيل أيضا أو الجانب الآخر، من يتقدم في هذه الأثناء؟ يصل حواس، حاس الشوط حواس بهذا التقدم، عبد الله بن حمد بن عبد الله بن شعيل، حواس والسيل أيضا الوصول. شاهين لراشد بن علي بن مبارك آل بريس، يصل شعار الكاموخة على المركز الثالث، الطريبيل مع المركز الرابع، وأيضا هنا الانطلاق من الحصان محمد بن ناصر الطريبيل، وأيضا هنا هجوم عنيف وتقدم من قبل أحد المرشحين ترند حمد بن سالم بن مبخوت آل حنيتم. يلا يا أبو فريح، يلا يا سلام. الشوط الأول الرئيسي، أقوى أشواط الحقائق القعدان، ناموس القعدان غير ناموس القعدان إلى أي من هؤلاء المضمرين. الكاموخة يتسلل شعاره، يتقدم في اللحظات الحاسمة، مهندس الصفقات يصل شعاره. يا سلام، بفريح هو أكبر الفارحين في مساء هذا اليوم، هو أحد السعداء مع ترند والإرسال ترند في مساء هذا اليوم. يا سلام يا بن ديلة، يا زيد، يا بن محسن، يا بن ديلة، روح يا ابو فريح، روح. ترند يختطف وينتزع سيارتي هذا الشوط وناموسي هذا الشوط، ليصنف على انه اقوى القعدان في هذا السباق المحلي، وهو سيد القعدان واخر صفقات المهندس. يا مهندس الصفقات، اشكرك على هذا الاختيار الموفق لترند، ينتزع ويختطف اقوى أشواط القعدان. سلام يا ترند، سلام وتحية واحترام لأبو فريح ولبنديلة على هذا التميز. ترند لحمد بن سالم بن مبخوت آل حنيتم، ينتزع الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس. المركز الثاني، شاهين لراشد بن علي بن مبارك آل بريس. المركز الثالث الهكر لحمد بن جار الله بن محمد آل بريد. المركز الرابع حوران لحمد بن فاران بن علي بن حمد المري. المركز الخامس وصل فيه شاهين لجاسم بن محمد بن طالب الخوري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء والحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى، وترند
يختطف الشوط الرئيسي وآخر صفقات بفريح في هذا السباق المحلي الثالث وفي هذا الموسم. وهنيك على نجاح الصفقة يا حمد بن سالم بفريح، تهانينا والناموس. أيضا التهاني نزفها على الهواء مباشرة لمن قاد فريح في هذا الشوط الأول الرئيسي وتميز. زيد بن محسن بن انديلة، تهانينا يا زيد على هذا الفوز وعلى هذا التميز في مساء هذا اليوم. لحظات وصول الترند إلى خط النهاية قاطع المسافة الشوط في 4 دقائق 22 ثانية 83 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ترند حمد بن سالم بن مبخوت آل حنيتم، التهاني لزيد بن محسن بن انديلة. المركز الثاني، المركز الثاني وصل فيه شاهين، قطع المسافة في 4 دقائق 25 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين جاسم بن محمد أو راشد بن علي بن مبارك آل بريس، تهانينا للكاموخة. المركز الثالث، المركز الثالث الهكر يصل على المركز الثالث 4 دقائق 26 ثانية 16 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك الهكر حمد بن جار الله بن محمد بن حسين البريدي.